آج کے اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے آئے ہوئے معزز مہمان قاری القرآن جناب حافظ انس مکی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب قاری انس مکی صاحب۔ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا هو خصيم مبين
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم قل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الخالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل